روض الجنان، روض الجنان، روض الجنان تجملا طوبى لكل الفائزين. أزكى البشائر أقبلا بلسان خير العالمين. روض الجنان تجملا طوبى لكل الفائزين. أزكى البشائر أقبلا بلسان خير العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زال الحديث الشيق يمضي بنا عن النخبة وعن الصفوة، عن العشرة المبشرين بالجنة، وقد قضينا الحديث عن أفضلهم وهم الخلفاء الراشدين الأربعة، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. ونبدأ اليوم في الستة الباقين، وأولهم طلحة بن عبيد الله. طلحة بن عبيد الله من السابقين الأولين إلى الإسلام، ويكنى أبا محمد، وابنه محمد هذا ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يلقب بالسجاد لكثرة عبادته. الأصول الطيبة تنتج الفروع الطيبة، وصلاح الآباء له أثر في صلاح الأبناء. طلحة بن عبيد الله من السابقين الأولين، ومن الستة الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم، وأسلم على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وقد كان تاجرا يذهب إلى بلاد الشام، فسمع هناك من أهل الكتاب البشارات ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فرجع وهو متهيئ، فسمع من أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته عن القرآن، فذهب معه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم هناك، وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم الغزوات ولازمه وصاحبه، وكان له موقف مشهود في غزوة أحد. وهذه الغزوة عجيبة، لأنها كانت يوما عصيبا على المسلمين، فظهرت دائما في الشدائد، تظهر البطولات والنفائس تظهر. ظهر طلحة وبرز في هذا اليوم الصعب، لا يظهر يعني لا يبرز في المواقف الصعبة وفي الأيام الصعبة إلا المعادن النفيسة والأبطال من الرجال. فبرز هذا الاسم طلحة بن عبيد الله في يوم أحد، حتى أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه يقول إن أحد يوم كله لطلحة، كله لطلحة، مع أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أبلوا فيه بلاء حسنا، ولكن طلحة كان أكثرهم. وذلك أن المسلمين في بداية هذه الغزوة كانت الغلبة لهم، وبدأ فرسان قريش في الانسحاب من أرض المعركة هربا، وبدأ نساؤهم الذين خرجوا معهم يصيحون ويولولن مدبرات. ثم حدث انقلاب عكس كل الموازين، وسبب هذا الانقلاب هو أن الرماة خالفوا وصية النبي صلى الله عليه وسلم، مخالفة غير مقصودة، كانت عن سوء فهم، ظنوا أن المعركة انتهت، فنزلوا من فوق الجبل، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أوصاهم ألا ينزلوا أبدا، كانت خطة حكيمة. فلما نزلوا انقلبت الموازين، وتدفق المشركون على المسلمين، وسقط من المسلمين عدد كبير من الشهداء والجرحى، فخارت القوى وتفككت السيوف، تفككت الصفوف، وأصبحت هناك لحظات فوضى. وفي هذه اللحظات طمع المشركون في قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وتوجهوا كلهم إليه إلى جهته، وثبت حول النبي صلى الله عليه وسلم عدد قليل من الصحابة، وواجهوا هذه الجموع الهائجة الغاضبة الحاقدة، الكل من المشركين يريد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. فكان ممن ثبت وأصيب إصابات عظيمة طلحة ابن عبيد الله، فأخذ المسلمون يصعدون بالنبي صلى الله عليه وسلم جبلا ليحموه، ولكن عددهم قليل،
فيتصدى واحد بعد الآخر فيقتل. وطلحة رضي الله عنه هو الذي واجه هذه الجموع، فأصيب في بدنه إصابات كثيرة معدودة بالعشرات ما بين ضربة سيف وطعنة رمح، وهو ثابت يواجه الجموع. رمي النبي صلى الله عليه وسلم بسهم موجه إلى وجهه، إلى وجهه الشريف، اتقاه طلحة بيده فأصاب إبهامه فشلت يده، وبقت يده مشلولة من ذلك اليوم. فهي عاهة في موازين البشر، ولكنها شرف وكمال عند الله سبحانه وتعالى، لأنه فقد يده دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم ينتهي الأمر عند ذلك، فما زال المشركون مصرون على إصابة النبي صلى الله عليه وسلم اغتنام ساعة الفوضى لقتله. سقط النبي صلى الله عليه وسلم في حفرة، فأخذ المشركون ينهلون عليه بالحجارة حتى أصيب النبي صلى الله عليه وسلم إصابات، وسال الدم على وجهه وشقت وجنته وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا كله أبى أن يدعو عليهم، قال اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. فالشاهد هنا أن طلحة ما زال ثابت مع أنه مصاب وينزف، ويقاتل بشجاعة وببسالة حتى أفاق المسلمون من صدمتهم. بعضهم ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، سرت شائعة أن محمدا قتل، فبعضهم ترك القتال ورمى السيوف في الأرض، قال لماذا نقاتل وقد قتل النبي صلى الله عليه وسلم، لا حياة، لا خير في الحياة بعده. ثم أفاق المسلمون من صدمتهم ورجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأصبحوا يقاوم المشركين حتى انهزم المشركون وفروا من أرض المعركة، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم يتفقدون جراحه ويضمدونها. قال لهم عليكم بأخيكم طلحة، فذهبوا إليه فوجدوه خائر القوى ينزف، وقد شلت يده، وقد أصيب بإصابات كثيرة في جميع أنحاء بدنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة. ولذلك قال الصديق رضي الله عنه ذلك يوم كله لطلحة. وبقي اسم طلحة بن عبيد الله مرتبط بغزوة أحد، ما ياله من شرف عظيم. وكما كان طلحة جواد في البذل وفي القتال في ميادين المعركة، كان جوادا أيضا وسخيا ومنتصرا وشجاعا في معركة أخرى لا تقل ضراوة وأهمية عن معركة السيوف، ألا وهي معركة إنفاق المال. إنفاق المال ليس بالأمر السهل أبدا، هو في مستوى الجود بالنفس في القتال، ويحتاج إلى شجاعة وقوة إيمان أكثر من شجاعة القتال. كان طلحة مبرزا في هذا المجال، وكان يسمى طلحة الفياض، يعني كالبحر الذي يفيض بالخيرات، وطلحة الجود، كان يسمى طلحة الجود. وله في الجود يعني شيء عجيب، فقد كان ينفق في سبيل الله بشكل عجيب، وكان يتضايق من المال وينفق فيه كأن هذا المال خصم له. هل أفلس؟ أبدا، كلما أنفق كلما زاد ماله. لعلنا نرى شيء من هذه المواقف في حلقة أخرى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الاقتداء بالذين هدى والذين سبقوا من أصحابه صلى الله عليه وسلم والصالحين من أمته. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روض الجنان، روض الجنان، روض الجنان تجملا، طوبى لكل الفائزين. أزكى البشائر أقبلت بلسان خير العالمين. روض الجنان تجملا، طوبى لكل الفائزين. أزكى البشائر أقبلت بلسان خير العالمين.
للعشرة الأغلى وسام، يكسو صحابته الكرام بين الخلائق في سلام، ولتدخلوها آمنين. يكسو صحابته الكرام بين الخلائق في سلام، ولتدخلوها آمنين.